المكتب الإعلامي لمدينة دوما. شلون انقصف بيتكم عمو؟ والله طلعنا نحن نطلع مظاهرات، نحن ورفقاتنا طلعنا المدارس نطلع مظاهرة، قام اجى بشار الكلب الواطي قصفنا بيتنا بالراج موت وبالهاوي. طيب انت بسنك وكأنه سنك صغير، شو اللي خلاك تعرف انت تميز بين الراجمة والهاوين وصواريخ طائرة الميج، وصرت بتعرف تميز بين الامن والعسكري والجيش الحر؟ طيب تحكي لنا شوي هيك شو الفرق بين الامن، انت عمو تحكي لنا شو الفرق بين الامن والجيش الحر؟ الامن بيضربنا والجيش الحر بيحمينا. والجيش الحر بيحمينا. طيب كنت تداوم بالمدرسة انت شي عمو؟ انا لا، كنت وقت بلشت هالثورة ما تداومنا. ليش ما بقى داومت؟ لانه انقصف بيتنا. قصف بيتكم ومدرستك لساتها شغالة؟ لا انقصفت. يلا الله يعطيك العافية عمو. الله.